شوقنا ماذا نقول، فكلامنا عنه يطول. أرواحنا مشتاقة تهفو إلى هنا في هذا المكان. أضحاء مكة تبدأ من المسجد الحرام وتنطلق شمالا إلى أن تصل إلى المعلى، وهذا هو امتداد وادي إبراهيم الخليل عليه السلام الذي يأتي من أعالي مكة حتى يمر بالمسجد الحرام. في هذا المكان كانت قريش تتفنن في تعذيب المستضعفين، تخرجهم إلى هذا المكان لأن هذا المكان أرض حصباء ورمال، فإذا اشتدت الحرارة كان التعذيب فيها أشد وأنكى. ولذلك هنا قد نتذكر بلالا وخبابا وياسرا وعمار، كما روي أن عثمان رضي الله عنه خرج مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البطحاء هنا في هذا المكان. نعم، وكان يتمشى مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على عمار وأبيه وأمه يعذبون، فقال ياسر: يا رسول الله، الدهر هكذا؟ يعني إلى متى يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هنا في هذا المكان عذب أولئك المؤمنون المستضعفون، قدموا أجمل الصور في التضحية والثبات على دين الله الذي نريده في هذا الزمان، أن نثبت على الحق ونثبت على الدين. في بداية الدعوة المكية كان كفار قريش يعذبون المستضعفين من المسلمين ويكرهونهم على الكفر، وكان من هؤلاء عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه وأمه وأبيه رضي الله عنهم وأرضاهم، حيث عذبوه حتى قال ما أرادوا. فذهب عمار إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكى إليه فقال: يا رسول الله، ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير. فقال عليه الصلاة والسلام: وكيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: إن عادوا فعد. فنزلت بذلك الآيات من الله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صلى الله عليه وسلم محمد.